السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع متخصص في البرودكت، تقدر تعمل له اعلان اي منتج عندك، تقدر انت ترفعه من خلال الذكاء الصناعي. هو ممكن يعمل له رندر باكتر من شكل بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وتقدر ان انت تعدل عليه لحد ما توصل للجزء اللي انت عايزه. ممكن حتى ترفع صورة وتقول له طب اعمل لي اكتر من رندر ليها، وهو يبدأ يعملها لك بالاشكال المختلفة. فتقدر انت ممكن تديله حتى حاجة معمولة سكتش بخط الإيد، فيبدأ إن هو يعملها لك حاجة معمولة كده بالقلم الرصاص، يبدأ إن هو يعملها لك. ممكن يكون عندك حاجة بسيطة خالص سكتش، هو يبدأ إن هو يعملها لك. ممكن عندك الكونسبت الديزاين الفيجوالايز، يبدأ إن هو يعمل لك كل التصميم اللي أنت عايزها، ويعمل لك الدعاية اللي أنت عايزها. ممكن تديله صورة وتبدأ ان انت تكتب له البرومت، فهو يبدأ ان هو يعمل لك التعديل اللي انت عايزه في ثواني. طيب خلينا نبدأ مع بعض. ممكن من هنا تبدأ تقول له انا عايز اعمله داونلود على الويندوز، فيبقى تحمل البرنامج اهو. هنا المعلومات عن الشركة، الداونلود ممكن تشتغل معاك على الويندوز او ابل ماكنتوش. تعال نشوف الاسعار. ممكن تبدأ بمنتج واحد، ده هيبقى بزيرو كمجرد تجربة. ممكن تقول له مثلا منتج اهوت، وتبدأ بقى تكتب له الحاجة اللي انت عايزها، مثلا موديرن شوز الستايل. تبدأ تختار بقى الستايل اللي انت عايزه مثلا بالشكل دوت. وممكن تقول له انا عايز صورة او اربع صور، طبعا عشان هو فري فهو مديني بس صورة واحدة. فيبدأ يعمل لك اهو الصورة بالشكل دوت. ممكن تقول له confirm، او تبدأ تقول له regenerate، انا عايز اعمل تعديل اخر. تمام، لو عجبك الحاجة ممكن تقول له اوكي، لو مش عاجباك ممكن تبدأ تمسح الحاجات اللي انت مش عاجبك وتقول له اعملها لي تاني، يبدأ يعمل لك رندر ليها تاني. عندك هنا ادوات البروش والاريز لو انت عايز تمسح حاجة. طبعا هنا ريفاين، وهنا اللي رط لو انت عايز تخفي لير او تظهر لير زي ما انت عايز. هو برنامج جميل بيشتغل بالذكاء الصناعي بحيث يساعدك في عمل التصميمات اللي انت عايزها.